خيرك ام الياس، كنت رح موت من الرعب عليها. ولك بنتي انتوا ليش واقفين برا؟ فوتوا لجوا، يلا فوتوا. ليكي بنتي بدك تديري بالك من ابو ياسين لانه ما بيتامل له. هلا لا تخاتلي علي، اكيد شافك. والله يا ماما شافني، شافني وركض ورا السياره ونادها لي. قولي له للشوفير يوقف لك شوي. بالله شو عم قلك، اعتقلوني ما اخذوني سيران. العمى على هالحظ، ما قالوا لك ليش اعتقلوكي؟ معقوله مشان قصه بابا؟ يا ريت بعرف والله. من لما فتت لحتى طلعت ما حدا حكى معي ولا كلمه، ما سالوني غير عن اسمي ووين ساكنه. معقول يكونوا حلوا عنك؟ نأمل ذلك، مع انه هنن ما بيحلوا بهالسهوله. بدي نلاقي ابوكي بقى، بدي نلاقي ابوكي ونسافر، هون ما بقى ينعاش بالنسبه لإلنا. الله يسمع منك يا رب. طلع اهلا بهالطلعه. ولا كلمه ولا حرف. مشعلي للضوء اليوم، في حدا بالبيت. نفس زلغوطة جان، سأل الله هديك الأيام. الله يهنيهم. سليم أبو مزيد المفقودة أخباره في أمريكا ويبحث عنه أولاده. عدنان ربيعة ويبحث عنه والده وقد فقدت أخباره في لبنان. وأخيرا يوسف خير الذي عاد من السفر وتبحث عنه زوجته. أبوكي ولا أبوكي؟ بدنا نحتفل، بدنا نحتفل، بدنا شو بدنا نساوي؟ امي امي طولي بالك، طولي بالك. انا برايي نخلي الاحتفال ليجي بابا. بدنا نحتفل وبس يرجع ابوكي بدنا نحتفل. وكلمة الدبانة قالت وس بدنا نحتفل. قولي بدنا نحتفل. رح اعمل سنين هيك. ويلي نلاقي البيت كله مشاشع. بلكي طلب انه نحن نروح لعنده وبيطلبوا نحن منلبي، هو بيفسر ونحن منلبس. من بعد العذاب اللي تعذبوا ابوكي لازم يعيش ملك. انا من عندي رح غرقه تغريق بالحنيه، وانا من عندي رح غرقه بالحب. بدي اطلب منك طلب. ولك انت اطلبي وتمني ونحن منلبي، بس لا تقولي لي سياره. لا مو سياره، بدي تعملي عرس من اول وجديد انت وبابا. لك من العين هي للعين هي، وحده بصح لها تكون عروس وتقول لا. وأنا رح أعمل الزينة.